ثم كانت فرقة مكافحة تهريب المخدرات التابعة للمصلحة الولائية القضائية بأمن عين تيموشنت خلال نهاية هذا الأسبوع من تفكيك شبكة وطنية مختصة في المتاجرة بالمؤثرات العقلية متكونة من 4 أشخاص من بين امرأتان، ما حس كمية مقدرة ب 682 حبة من نوع إكستازي أو ما يعرف في الوسط الإجرامي بالدومينو. العملية جاءت استغلال لمعلومات ومعطيات دقيقة تحصلت عليها ذات الفرقة تفيد بالنشاط المشبوه لأفراد الشبكة. بعد وضع خطة أمنية محكمة ومع توقيف 2 من أفرادها على متن مركبة سياحية وهم في حالة تلبس بنقل كمية من المؤثرات العقلية من مدينة وهران اتجاه مدينة عين تيموشنت، وبعد تفتيش المركبة تم حجز كمية من المؤثرات العقلية بداخلها. مواصلة للتحقيق وبعد إصدار إذن بتمديد الاختصاص لمدينة وهران وبعد تفتيش منزل أحد المشتبه فيهم كانت نتائج إيجابية بالعثور على كمية أخرى من المؤثرات العقلية بالإضافة إلى مجموعة من الأسلحة البيضاء ومع توقيف باقي أفراد الشبكة. العملية أسفرت عن حجز كمية مقدرة ب 682 حبة من نوع إكستازي كما ذكرت ومجموعة من الأسلحة البيضاء.